منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أخري تارة أخرى تارة أخري تارة أخري منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى وأبى وأبي وأبي ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى آياتنا كلها فكذب وأبى آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى يا موسى يا موسى من أرضنا بسحرك يا موسى من أرضنا بسحرك يا موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى 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 ولا أنت مكانا سوى 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 ولا أنت مكانا سوى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ضحى ضحي وأن يحشر الناس ضحي قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاب من افترى من افترى من افتري فقد خيب من افتري فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى وأسروا النجوى أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى
إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى من سحرهم أنها تسعى من سحرهم أنها تسعى تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتي ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أينا أشد عذابا وأبقى أينا أشد عذابا وأبقى عذابا وأبقى من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أينا أشد عذابا وأبقى من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا من البينات والذي فطرنا
على ما جيءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلي فأولئك لهم الدرجات العلي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى
فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولا تخشي إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي دركا ولا تخشي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيه فيحل عليكم غضبي ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى فقد هوى فقد هوى عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى ثم اهتدى وآمن وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.